اوف لك ما حلك عم تقففي بكير. ما قصدت، بس انا عم فكر كرمالك، كرمالنا، كرمال ولادنا بالمستقبل. جبل، بتذكر لما قلت لي بالانترفيو عن حلمك؟ لما سألتك إذا بتوعى تاني نهار الصبح وبتلاقي إنه كل القضايا المرفوعة ضدك سقطت، شو بتعمل؟ إيه؟ مثل كتير ناس، في مليون طريقة لحتى تظبط وضعك وتفتح صفحة جديدة ونظيفة بحياتك. صفحة جديدة ونظيفة؟ أنت عم تحكي هالحكي؟ بعد كل شي شفتيه بعيونك عم تحكي هالحكي؟ أنا عم جرب أمسك العصا بالنص، بدي أكمل حياتي معك، ما بدي أخسرك. لا لحظة شوي، هلأ لما عرفتي إنه أنا جبل وهداك فادي كذبة بطلتي تحبيني؟ ما فهمت عليك. يعني أنت إذا بدك تكسبيني بدك تقبليني مثل ما أنا. أنا عم جرب قد ما بقدر إني أفهمك، بس بدي منك أنت كمان تستوعبني، ما تقسى علي. طيب ما تسكري لي السيرة ولا تعملي لي بالرز بصل. شو يعني رز بالبصل؟ يعني تبشي لي هالكمبيوتر هذا وضبي لي هالورقة وهالقلم وانسي هالموضوع اللي عم ينخر براسك نهائي. وأنا اللي مفكرة إنك رح تنبسط لي ورح تساعدني باللي عم بعمله؟ ولك أنا اللي بدي ساعدك. تعي جاي، تعي خلينا نبحث بعدد سكان الهيبة، في تعديل صغير عم فكر فيه.